فردية مثل التركة تقسم بين الورثة جميعهم إلا إذا كان أحدهم قاتلا فليس له شيء. الدية يعني هذا الميت قد قتل فالورثة طلبوا بديته، فلما دفعت الدية لأولياء الدم للمقتول كيف تقسم على الورثة؟ قال تقسم كأنها مال كان يملك الميت ومات وخلفه مثل التركة، لكن إذا كان أحد الورثة هو قاتل فالقتل من موانع الإرث، يعني رجل له 3 أبناء واحد منهم قتل عمدا قتل الأب، الآن ورثته كم واحد؟ 3 القاتل و2، فهذا القاتل دفع دية لورثة المقتول وهو واحد منهم لا يحرم منها، فالقاتل القتل مانع من موانع الإرث، تقتله بعد ترث منه لا، واضح؟ نعم. هو موانع الإرث 3، القتل واختلاف الدين، يعني كان يموت مسلم وابنه نصراني أو ابن يهودي أو مجوسي، أو يموت الأب وهو نصراني والابن مسلم ما يرث منهم، المسلم لا يرث من الكافر ولا الكافر يرث من المسلم. الثالث الرق، كان يموت الميت وابنه رقيق، ممكن يكون الأب والابن أرقاء مماليك، فيعتق الأب ويبقى الابن ما زال مملوكا، فيموت الأب الحر هذا عتق عنده تركة ما يأخذها الابن الرقيق، قتل ورق واختلاف دين فافهم فليس الشك كاليقين. نعم هذه موانع الإرث. كمل.